يا محمود. الصورة تمام. ايه يا دكتور، كما حكينا المرة الماضية، إن شاء الله راح نمر على فقرات المحاضرات ونركز على الفقرات والعناوين المهمة، ممكن نشرح بعضها حسب بقى أهميتها، حسب التعقيد اللي فيها، ومنطالب بالضروري. يعني هلا راح يكون في فقرات ما هي مطلوبة، وراح تكون في فقرات مطلوبة ونشرح إن شاء الله. هي كمقدمة تقريبا نص الوقت، بنقول يعني حوالي نصف ساعة، بعدين المناقشة اللي هي إذا في أسئلة أو إذا في أفكار مثلا للتوضيح، ممكن تكونوا أنتم مراجعين المحاضرة ومسجلينها مسبقا نحكي فيها إن شاء الله. هلا المحاضرة الأولى هي مقدمة عامة عن جهاز الغدد الصم في الجسم، أنواع الغدد، أنواع الهرمونات، تاريخ الدراسة، يعني هي أول شيء للاطلاع. طبعا الفكرة اللي بدنا إياها هون هي أنواع الغدد بشكل رئيسي. طبعا بنمر بعجالة على وظائف الغدد الصم أو الأدوار اللي عم تقوم فيها، هي رح تمر بالتفصيل بالغدد إن شاء الله لما ندرس كل غدة على حدة. كغدد صم في الجسم أكيد بتعرفوها، هي يعني للاطلاع بتمروا عليها مرور سريع. من المهم نعرف انه في عندنا قسمين بجهاز الغدد الصم، قسم غدي اللي هو الغدد، الخلايا الغديه الموجوده في الغدد الرئيسيه بالاضافه للغدد الثانويه المنتشره في الجسم. في عندي قسم عصبي، القسم العصبي اللي هو يمثل الوطاء، اللي هي عباره عن خلايا عصبيه محوره تقوم بافراز هرمونات، هي خلايا عصبيه مجمعه في الوطاء وتقوم بافراز هرمونات اللي هي الهرمونات الوطائية اللي هلا بنمر عليها إن شاء الله. فالقسم الغدي مثل ما قلنا هي الغدد العامة الرئيسية بالإضافة للغدد الثانوية، هلا بنمر بعجالة عليها، والقسم العصبي اللي هو الوطاء. هون الفرق بآلية عمل الجهازين الغدي والعصبي، اختلاف التركيب النسيجي للجهاز فراح يختلف طريقة العمل والوظائف، يعني أمر بسيط إن شاء الله ما فيه أفكار معقدة ممكن تمر عليه بعجالة. أنواع الهرمونات هي من الفقرات المهمة صراحة، نعرف إنه نحن في عنا هرمونات ليبتيدية، في عنا هرمونات أمينية، وفي عنا هرمونات ستيرويدية. هاي الأنواع الرئيسية للهرمونات، ممكن هون مقدمة عن تعريف الهرمونات وهرمونات منحازة وغير منحازة أو نوعية وعامة. الفرق بيناتها أنه تأثيرها على نسيج محدد، مثل الهرمونات النوعية أو تسمى منحازة بتأثر على نسيج محدد فقط، اللي هو مثلا هرمون المنشط للدرق TSH تأثيره فقط على خلايا الغدة الدرقية. البرولاكتين هو تأثيره طبعا بشكل رئيسي هو غدة الثدي، لكن له أنسجة ثانوية ممكن يأثر فيها، على عكس هرمون النمو اللي هو من الهرمونات العامة اللي هو تقريبا بيأثر على عدد كبير من الأنسجة والخلايا في الجسم. أنواع الهرمونات هو حسب التركيب الكيميائي بدرجة رئيسية. هاي الهرمونات المنحازة أو هرمونات غير منحازة مثل ما قلنا نفسها هي نوعية وعامة. التركيب الكيميائي هو هنا الفقرة المهمة، بتهمنا صراحة هاي أولا لآليات العمل كيف أنه بتشتغل بتأثير على أنسجة الهدف، والفكرة الثانية اللي ممكن تفيدنا بالناحية العملية هو طريقة الإعطاء وطريقة أو فترة التأثير اللي ممكن نشوفها في الجسم. الأنواع الرئيسية هي الهرمونات الأمينية اللي هي بتكون مشتقة من الحموضة الأمينية، يعني بيكون فيها حمض أميني واحد أو أكثر حسب التركيب، ممكن يكون اثنين. بشكل عام التيروزين اللي هو مشتق من أو الحمض الأميني اللي بيعطيني هرمونات الدرقية والكاتيكو الأمينات،
والتريبتوفان اللي بيعطيني الميلاتونين هرمون الغدة الصنوبرية، والسيروتونين اللي هو صراحة ناقل عصبي، يعني هو مفرز من الخلايا العصبية، لكن يعني دراسته الهرمونية هو يعني ناقل عصبي، لكن عمله يشبه عمل الهرمونات من ناحية مكان التأثير الإندوكراي، لكن دراسته ما هي تحت المحور الغدي الصماوي. بتكون هي الهرمونات، طبعا هلا رح نشوف آلية عملها، ممكن تكون مستقبلاتها سطحية أو ممكن تكون مستقبلاتها نووية يعني داخل النواة، أو ممكن تكون غشائية على سطح الخلية. طبعا اللي فترة تأثيرها قصيرة مثل 1 ل2 دقيقة الكاتيكول أمينات بتكون مستقبلاتها غشائية، مثل الكاتيكول أمينات اللي هي الأدرينالين والنور أدرينالين، مستقبلاتها ألفا وبيتا المعروفة الودية، يعني المستقبلات الودية من الجهاز العصبي الودي، بتكون مستقبلاتها غشائية. على عكس الهرمونات الأمينية الأخرى مثل التيروكسين اللي بيكون مستقبلاته نووية داخل النواة، وهذا بيعطيها فترة تأثير أو عمر نصفي أطول حوالي الأسبوع. النوع الثاني هي الهرمونات البيبتيدية، يعني مكونة من سلاسل من الحموض الأمينية، يكون الحجم أكبر، وهي حصرا بتكون مستقبلاتها غشائية، لذلك بتكون فترة تأثيرها سريعة قصيرة، عمرها نصفي قصير. تتميز انه معظمها ذات افراز نبضي، هي من الافكار المهمة اللي بتعطيني اختلاف في آلية التأثير مثل ما رح نشوف في الغدد بشكل عام، انه الافراز النبضي بيعطيني تأثير أقوى وتأثير تحفيزي للغدد الثانوية أو للغدد المحيطية، بالإضافة أنه أيضا تخضع لتبدلات ليلية نهارية. النوع الثالث هو الهرمونات الاسترويدية اللي هي مشتقة من الكوليسترول، بشكل رئيسي هي معظم هرمونات قشر الكظر وهرمونات الغدد الجنسية بكل أشكالها، تقريبا هي هرمونات استرويدية. كونها مشتقة من الكوليسترول فهي قابلة لعبور الغشاء الكلوي، وبالتالي بتكون مستقبلة موجود إما في الهيولة السيتوبلازم أو داخل النواة، وبالتالي تكون نوعا ما ذات عمر نصفي طويل، يعني فترة تأثيرها طويلة. يعتبر الفيتامين د هو أحد الهرمونات الاسترويدية كونه أيضا يشتق من الكوليسترول. لهون مقارنة للأنواع الثلاثة ممكن نمر عليها ونحاول نركزها، لأنه يعني ذات فكرة مهمة تميز لنا أنواع الهرمونات عن بعضها. حاضرة سيانينا التسعة. الهرمونات المفرزة من أجهزة غير غدية هي هون اللي عم نحكي عنها، اللي هي الغدد الثانوية المنتشرة في الجسم، كان الحاسة الميلانينية اللي هي مفرزة من الغدة النقامية كوسيط مع الـ ACTH مثل ما راح نشوف، أو مركب ثانوي مع الـ ACTH تأثيرها بالخلايا الصباغية، البيتا إندورفين أيضا تفرز من الغدة النخامية أيضا كمفرز وسيط مع الـ ACTH. هرمونات النسيج الشحمي اللي تم اكتشافها حديثا، وهذا اللي بيعطيني فعالية هرمونية للنسيج الشحمي اللي كان يعتبر نسيج خامل أو عاطل، إلا أنه الآن تم اكتشاف كثير من العوامل ممكن يفرزها من وسائط التهابية، بالإضافة إلى الهرمونات وأهمها الليبتين، هرمون الليبتين أو هرمون الرشاقة، بالإضافة أنه بيحتوي على أنزيمات تعمل نوع من التفعيل أو التحويل الهرموني لهرمونات معينة مثل ما راح نشوف فيما بعد. البروستاجلاندينات اللي هي كمان تعتبر من الوسائط الالتهابية، لكن هي وظيفتها وظيفة تشبه الهرمونات، وظيفة إلى وظيفة وعائية، طبعا تفرز من عدة أماكن
ممكن تفرز من البطانة الوعائية، ممكن تفرز من الأنسجة الضامة، ممكن تفرز من الخلايا الليفية المنتشرة في الجلد. الإريثروبيوتين اللي يفرز من نسيج الكلية من الجهاز قرب الكبدي، اللي مسؤول عن إنتاج أو تحريض العظام، نقي العظام لإنتاج الكريات الحمراء. يعني فهي تعتبر غدد ثانوية، ما هي غدية غدد واضحة، إنما غدد ثانوية أو خلايا متوزعة. أكسيد النتريك أو نيتريك أوكسيد اللي هو يفرز من خلايا البطانة الوعائية، أيضا مسؤول عن توسيع الأوعية، هو وسيط هرموني، بالإضافة إلى هرمونات الجهاز الهضمي، يعني ذات الصيت الواسع اللي ممكن نشوف جزء منها بمحاضرة الإنسولين. المستقبلات الهرمونية مثل ما بنعرف إنه لكل نوع من الهرمونات مستقبلات خاصة فيه متوزعة، طبعا ذات يعني مواصفات معينة نوعية، وهي تعتبر وسيط لنقل الاستجابة إلى داخل الخلية، بالإضافة إنه ممكن تلعب دور بالتعديل حسب ما راح نشوف بتنظيم الهرمونات، ومختلف مكانها مختلف حسب أنواع الهرمونات. هي تأثير الهرمونات أو آليات التأثير اللي ممكن نشوفها، في عندي تأثير إندوكراين اللي هو التأثير البعيد، الأوتوكراين هو التأثير الذاتي، الهرمون المفرز من الخلية يؤثر على نفس الخلية، والباراكراين اللي هو التأثير المجاور، انه يفرز من خليه ويؤثر على خليه مجاوره، ممكن تمر عليها ونشوف امثلتها. هون فقره الفرق بين الخلايا العصبيه الصماويه والخلايا العصبيه العاديه، اللي هي وحده بتفرز هرمونات وحده بتفرز ناقل عصبي، والمقارنه بيناتهم. هي فكره ما هي موجوده بالمحاضرات السابقه، هي يعني بتعطينا توضيح أكثر للفرق بين المواقع العصبية والهرمونات العصبية. آلية عمل الهرمونات، هي الفقرة مهمة اللي هي كيف تعمل الهرمونات. مثل ما حكينا، في عندي تركيب الهرمون له دور بآلية عمله، وأيضا نوع المستقبل الخاص بهذا الهرمون، أيضا نوعه ومكانه له دور بآلية التأثير. فمثلا بالنسبة للهرمونات البيبتيدية والكاتيكولأمينات، الكاتيكولأمينات هي نوع من الهرمونات الأمينية بالإضافة لكل الهرمونات البيبتيدية. هاي الهرمونات بتكون مستقبلة وين؟ موجودة على غشاء الخلية، لذلك هون الهرمون لا يدخل إلى الخلية، وبالتالي يحتاج إلى تفعيل وسيط كيميائي ليسمى المرسال الثانوي، اللي هو 80% من الحالات هو سيكليك اي ام بي، ممكن يكون بحالات اخرى سيكليك جي ام بي، وممكن يكون شوارد الكالسيوم اللي هي بالعشرين المتبقيه. فالمرسال الاول اللي هو الهرمون بيوقف على المستقبل على سطح الخليه، بيتفرغ المستقبل الوسيط الثاني اللي هو المرسال الثاني، اللي بيفعل جملة من الإنزيمات على رأسها تسمى البروتين كيناز، اللي هي بتروح تعمل إما فسفرة بروتينات أخرى أو تحريض أو تفعيل إنزيمات أخرى، اللي هي بتقوم بدور الهرمون. هذا الآلي التأثير لمين؟ للهرمونات البيبتيدية والأمينية من نمط الكاتيكولأمينات. النوع الثاني هو الهرمونات الدرقية، اللي هي نوع من الهرمونات الأمينية أيضا، بالإضافة للهرمونات الاستيرويدية. هلا ممكن نحن نفصلهم عن بعض، الاستيرويدية هي بتكون مستقبلة هيولي، والدرقية بتكون مستقبلة نووي، لكن التنتين بيتشاركوا بأنه بيدخلوا على النواة، يعني اللي كان مستقبله هيولي مثل الاستيرويدية بتدخل على النواة وبتحفز عملية نسخ للـ DNA من أجل إنتاج RNA اللي نحن بنسميه الـ mRNA أو الرنا المرسال، اللي هو بيمثل المرسال الثاني بالنسبة لهالنوع من الهرمونات. هذا الرنا المرسال رح يعمل نسخ سلسلة بيبتيدية، أي إنتاج بروتين. هذا البروتين هو اللي بيمثل الاستجابة الهرمونية، فإما يكون بروتين بنائي، يعني ممكن يشكل جزء خلوي أو يشكل حويصلات أو يشكل هرمون مثلاً آخر
أو ممكن حتى يشكل مستقبل، أو ممكن يتحول لبروتين وظيفي اللي هو إنزيم ممكن يفعل عمليات حيوية مثلا بالنسبة للهرمونات الدرقية، ممكن تعمل تحفيز للإنزيمات الاستقلابية اللي بتنشط عمليات الاستقلاب وتحفيز حلقة حمض الليمون وإلى آخره، يعني عملية تنشيط للمتقدرات داخل الخلية. وبالتالي عملية تأثير الهرمونات الدرقية والاستيرويدية مرتبطة بوجود مرسال ثاني اللي هو الرنال مرسال، عكس الهرمونات البيبتيدية اللي عملت تحفيز لوسيط أو لمرسال ثاني اسمه السيكليك أي إن بي. الاستقلاب الهرمونات ممكن يعني نركز على فقرة واحدة فقط اللي هي عملية المستقلبات اللي ممكن تطرح في البول واللي ممكن نستفيد منها نحن بالتشخيص لبعض الاضطرابات الغدية. الفكرة الثانية، نفس الهرمون ممكن يطرح أيضا عن طريق البول ولو بكمية قليلة جدا، واللي هي كمان نستفيد منها بأحد التطبيقات العملية من أجل معايرة هي الهرمونات الحرة داخل البول. طبعا هون بنجمع بول 24 ساعة وبتعطيني تشخيص للآفة المشكوك بها. مثال عليها الكورتيزول بول 24 ساعة لتشخيص داء كوشي، والكاتيكول أمينات الحرة في بول 24 ساعة لتشخيص ورم القواتم. الوظائف الهرمونية يعني ممكن كمان نمر عليها، اللي هي يعني نتائج العمل الهرموني في الجسم، إن كان النمو، التنظيمات الاستقلابية، الوظيفة الجنسية إلى آخره. الآليات التنظيم أيضا مهمة، ممكن نمر على الآليات المختلفة، إن كان التنبيهات العصبية، إن كان عوامل ما تسمى عوامل انتر بيرسونال أو انتر بيكويتاري فاكتورز، اللي هي مواضيع مرتبطة بآليات التأثير واختلافها بين الأشخاص أو بين الأنسجة، واللي هي يعني غير مدروسة بشكل واضح. وجود الأدوية أيضا بيعدل وظائف بعض الهرمونات، ممكن ينشط أو يثبت هرمونات ويثبت وينشط هرمونات أخرى، وعلى رأسها هون بنشوف البرولاكتين. النظم الليلي النهاري والشهري أيضا تخضع بعض الهرمونات إلى تغيرات في الإفراز والتأثير بأوقات مختلفة بين الليل والنهار وكذلك بأيام الشهر، واللي يعني يمكن صار عندكم فكرة عنها، اللي هي قمة مثلا الكورتيزول الصباحية، قمة هرمون النمو الليلية، التغيرات الشهرية لهرمونات الاستروجين أو الاستراديول والبروجسترون، الـ FSH والـ LH إلى آخره. بالنسبة لآلية التنظيم أو آليتين التنظيم الأخيرات اللي هن الـ Down Regulation أو آلية التنظيم الذاتي اللي هي الـ Auto Regulation اللي فيها Down و Up، تنظيم الخافض والرافع، اللي هي عبارة عن تعديل عدد المستقبلات من أجل تغيير التأثير الهرموني. فإذا زيادة عدد المستقبلات رح يؤدي إلى زيادة التأثير الهرموني، وإنقاص عدد المستقبلات رح يؤدي إلى إنقاص التأثير الهرموني. هي ممكن يعني نشوفوا الشرح بالتفصيل لإلها. الآلية الأخيرة اللي هي مهمة هي آلية التلقيم الراجع السلبي اللي هي النيجاتيف فيدباك. بتخيل صار عندكم فكرة كتير واضحة عنها، اللي هي تغير تركيز وفعالية بعض الهرمونات بناء على هرمونات أخرى، وغالبا هي مرتبطة بنفس المحور الخاص بعمل هذا الهرمون. مثال عليها هرمون الغدة الدرقية TSH وهرمون الدرق التيروكسين. ارتفاع التيروكسين في الدم وارتفاع تأثيره رح يعمل تثبيط راجع سلبي لا TSH، وبالتالي ينخفض TSH، والعكس نقص هرمون التيروكسين في الدم رح يعمل تلقيم راجع سلبي أي يحفز إنتاج TSH من النخامة. ويعني كذلك الأمر بالنسبة للعديد من الهرمونات، نذكر منها مثلا الكورتيزول والACTH. الكورتيزول ارتفاعه في الدم رح يثبت الACTH والعكس بالعكس.
لكن في حال ارتفع الهرمون المركزي اللي هو الـ ACTH أو الـ TSH ارتفاع ابتداء، يعني هو اللي ارتفع، فهذا رح يعمل تحريض غير عكوس للغدة المحيطية، اللي هو منميز فيه هلا بنشوف الإصابات بين المستوى الأولي والمستوى الثانوي للإصابة. لكن بشكل عام التلقيم الراجع السلبي هو خاص بالهرمون المحيطي بالدرجة الأولى، فارتفاع الهرمون المحيطي رح يثبت الهرمون المركزي، ونقص الهرمون المحيطي رح ينشط الهرمون المركزي. على آليات التنظيم غير الغدية اللي هي عبارة عن آليات التنظيم الاستقلابية اللي هي مرتبطة بعمل الهرمونات نفسها، أيضا تلعب دور بتنظيم هاي الهرمونات. المنبهات العصبية اللي حكينا عنها كانت يعني ردود أو كانت آفات أو وحتى إن كانت وظائف فيزيولوجية مثل الشدة والنوم والتغذية ممكن أيضا تلعب دور بالتنظيم الهرموني. هلا رح نبلش بدراسة أول جهاز أو أول غدة اللي هي غدة الوطاء، اللي مثل ما قلنا هي تمثل القسم العصبي من الجهاز الغدي. مكان الوطاء، وظيفته، الموقع، حدوده المهمة خاصة بما يخص التصالب البصري. الأقسام ما كتير بهمنا، يعني نركز على أقسام، وبهمنا كتير نعرف الهرمونات فقط. حتى موضوع الأنوية ما يعني ما كتير مهم صراحة، لأنه ما له تطبيقات كتير مهمة بالنسبة لقسم الغدد. بهمنا وظائف الوطاء اللي هي تعداد بشكل رئيسي، عدا الوظيفة الغدية أو الوظيفة الهرمونية اللي هي رح ندرسها بنوع من التفصيل. هرمونات الوطاء، الوطاء كوماستر إن صح التعبير، نحن بنعرف عن الغدة النخامية هي الغدة الرئيسية، الشيف جلاند أو الماستر جلاند في الجسم، هي الوطاء يمارس نوع من التنظيم إلى على عمل الغدة النخامية، لذلك فهو مشارك في القيادة اللي بتكون فيها الغدة النخامية، لأنه هرمونات الوطاء تملك تأثير معدل لهرمونات الغدة النخامية، ونصف هرمونات الوطاء بتأثير محرر أو مثبط. محرر أو مثبط، أنا هنا مذكور كلمة محرض اللي هي بتمس أكثر هرمونات الغدة النخامية، لذلك في عندنا الهرمونات الوطائية دائما بنوصفها بما يسمى الريليسينج. هلا رح نشوف الهرمونات الوطاء، في عندنا GnRH، الR هي الريليسينج، GHR ريليسينج اللي هي محررة، واللي عكسها هي مثبطة inhibiting، هي الآي. لذلك أغلب هرمونات الوطاء هي هرمونات تسمى محررة، يعني منشطة لإفراز الغدة النخامية. تمام، هلا إن شاء الله انتبه يمكن رح يصل قريبا. إيه، فهرمونات الوطاء ذات التأثير المحرر، مثل ما قلنا هي معظم الهرمونات ذات تأثير محرر للهرمونات النخامية. ممكن نمر على شرحها، يعني هو ما هو للحفظ الدقيق إنما للفهم أكثر من الحفظ. حكيم، ممكن سؤال بس؟ معلش تحط إشارة وممكن بس نخلص إن شاء الله، يعني تسأل ما في مشكلة. بالنسبة لعمل الوطاء رح نشوف إنه تأثيره الرئيسي هو عمله الرئيسي التأثير على هرمونات الغدة النخامية وخاصة الفص الأمامي، بالإضافة إلى تأثيره على الفص الخلفي عن طريق تصنيع هرمونات الفص الخلفي. هلا رح نشوف الفرق بين الفص الأمامي والفص الخلفي. موضوع تأثيره على لب الكظر هو تأثير مثل ما قلنا عصبي، وليس يعني تأثير هرموني، إنما تأثير عصبي.
هرمونات الوطأة بنمر عليها في عجالة، بس في عندنا الجي ام ار اتش اللي هو المحرر، يعني المحرر لا مانع نذكر كلمة محرر، لكن هي الأصح هي ريليسينج، المحرر لحاثات القند من النخامة، أو المطلق ممكن نوصفها بكلمة المحرر أو المطلق لحاثات الأقناد. الجي اتش ار اتش هو الهرمون المحرر لإفراز هرمون النمو أو المطلق لهرمون النمو. يعني شو دوره؟ بيروح على الغدة النخامية الفص الأمامي وبيحفزه ليطلق أو ليفرز هرمون النمو. الجي اتش ار اتش اي اتش عفوا اللي هو المثبط لإفراز هرمون النمو، اللي هو نفسه مركب السوماتوستاتين. السوماتوستاتين حاليا هو هرمون وطائي مثبط لهرمون النمو. السي ار اتش اللي هو المحرر للحاثة الكظرية، التي ار اتش اللي هو المحرر او المطلق للحاثة الدرقية تي اس اتش، والتي ار اتش البي اي اتش اللي هو الهرمون المثبط للبرولاكتين، اللي هو نفسه فيما بعد اكتشفوا اسمه الدوبامين. ايضا ممكن له اسم اخر اللي هو البي اي اف، العامل يعني العامل المثبط للبرولاكتين او العامل او الهرمون المثبط للبرولاكتين. اخيرا ما يسمى البي ار اتش الهرمون المحرر للبرولاكتين. هلا في بعض المراجع ما بتذكر هذا الاخير البي ار اتش، بيكون هو نفسه التي ار اتش. فالتي ار اتش هو المحرر للحاثه الدرقيه والمنشط، او عفوا المطلق للحاثه الدرقيه، نفسه يمارس تاثير محرر للبرولاكتين. طبعا اكيد نعرف انه البرولاكتين هو من من النخامه من الفص الامامي، التي اس اتش الحاثه الدرقيه هي من الفص الامامي للنخامه، الاي سي تي اتش الحاثه الكظريه هي من الفص الامامي للنخامه، هرمون النمو هو من هرمونات الفص الامامي للنخامه، حاثات الاقناد اللي هي الجونادوتروبينز اللي عندنا نوعين اف اس اتش ال اتش هي من النخامه. هدول كلهم في لهم محررات ومثبطات من الوطاء. على المحور الوطائي النخامي هو يعني وصف لي المستويات اللي تتوزع فيها المحاور الغدية الرئيسية. فكل محور غدي، يعني إذا قلنا محور الدرق، محور الكظر، محور الأقناد، بيمر بثلاث مستويات: المستوى العصبي الوطاء، والمستوى النخامي الغدة النخامية، والغدد الهدفية. لذلك بنقول مثلا المحور الوطائي النخامي القندي، المحور الوطائي النخامي الدرقي، المحور الوطائي النخامي الكظري، حسب يعني النوع الهرموني اللي بينتج بنهاية هذا المحور. اللي هون ذاكرين آلية التنسيق، ممكن كمان نمر عليها آليات العمل. ذكرنا نحن وظائف الهرمونات شو تشتغل، ممكن هون الشرح تمر عليه. هلا رح نمر على بعض الامراضيات، او قبل ما ندخل باضطرابات الوطاء رح نمر على نوع من انواع او انواع الاضطرابات الغديه. عندي اربع اشكال من الاضطرابات الغديه، يعني ممكن هيك نميز بعجاله بيناتهم. في عندي زياده بافراز الهرمونات اللي بنسميه فرط نشاط الغده، نقص افراز الهرمونات اللي بنسميه قصور نشاط الغده. فإما عندنا مثلا فرط نشاط درق، عندنا قصور نشاط درق، عندنا فرط نشاط نخامة، عندنا قصور نخامي، عندنا قصور أقناد، عندنا مثلا فرط نشاط الكظر أو فرط نشاط قشر الكظر، أو في عندنا قصور قشر الكظر وهكذا. في عندي المستوى الثالث أو الشكل الثالث من الإمراضيات اللي هو الدوائي أو الطبي، اللي هو تدخل الأدوية أو التدخل العلاجي، ممكن الجراحة بتؤدي الى اضطراب بالوظيفه الهرمونيه. واخيرا ممكن نشوف الاضطراب على مستوى المستقبلات اللي نحن بنسميها اما تحفيز فبتعطيني زياده بالفعاليه الهرمونيه، او ممكن على شكل مقاومه اللي ممكن تعطيني قصور بالنشاط الهرموني رغم انه الافراز شغال وجيد
إلا أنه الوظيفة بتكون ضعيفة وناقصة بسبب الاضطراب الحاصل على مستوى المستقبلات الذي أدى إلى المقاومة لفعل هذا الهرمون، اللي هو يعني مستويات الإصابة الهرمونية. هلا هون ذاكرين التفاصيل، ذاكرين الشرح لهي الآفات. في عندنا نمط خاص من الأمراضيات هو الأورام الغدية، اللي هو يعني بيؤدي بشكل رئيسي إلى زيادة الإفراز، وممكن يؤدي نتيجة الأعراض الموضعية الضغط، يعني ممكن يؤدي إلى إنقاص الهرمونات الأخرى. هاي الأدوية وهي المستقبلات. بالنسبة للوطاء، أمراض الوطاء نحن صراحة ما عندنا غير مرضين رئيسيات، مرض رح ندرسه هون ومرض رح ندرسه فيما بعد. هلا بالنسبة للبدانة الوطائية، هي يعني مرض ما هو موصوف بدقة، لكن هو إصابة في مستوى مركز الجوع. طبعا هون هلا ذاكرين على مركز الجوع وذاكرين على مركز الشبع. بعدين في عندي البدانة الوطائية اللي هي بيكون فيها مثل ما قلنا إصابة بمركز الشبع، أو ممكن الجوع، يعني الشبع أنه بيضطرب ما بيحس بالشبع، أو الجوع ممكن يتحفز ويؤدي إلى النهم العصبي. نحن المرض نسميه النهم العصبي، اللي يعني ما كتير موصوف، مثل الاضطراب الآخر السلبي اللي هو القهم العصبي. القهر العصبي هو الاضطراب الأهم الوقائي، اللي هذا لازم نحن نعرفه، لازم نقاربه ويكون عندنا فكرة جيدة عن أسبابه وعن علاجه. القهر العصبي هو أولاً آفة متعددة الإصابات، يعني فيه شق أو فيه جانب نفسي، فيه جانب عصبي، وفيه جانب غدي هرموني. الإصابة الوطائية اللي هي بتؤدي إلى دائما تحفيز دائم إلى مركز الشبع، وبالتالي الامتناع عن تناول الطعام. الأسباب النفسية اللي هي ممكن تكون مرتبطة بالأسباب الاجتماعية والعائلية، أو حتى بنظرة الشخص لنفسه، ممكن تؤدي إلى كره أو الخوف من تناول الطعام. والمظهر الهرموني، أو خلينا نقول الجانب الهرموني أو الجانب الغدي، اللي هو عبارة عن نقص بعمل المحور الوطائي النخامي القندي، اللي هو بيؤدي إلى غياب